يعني بداية أكيد بعد مباراة كينيا كان في هجوم شديد على الجهاز وعلى المنتخب. من وجهة نظرك أسباب هذا الهجوم وهل له مبرراته من عدمه من وجهة نظرك؟ يعني طبعا هو الهجوم هيبقى في شقين، يمكن احنا لما كنا في المعسكر بعد المباراة وكده أو والأداء ما كانش عاجبنا قبل ما يكون مش عاجب الناس، في ناس بتنتقد الأداء الفني وبتنتقد التشكيل وبتنتقد كل ده في الإطار يعني المتعارف عليه، والناس اللي عارفة يعني إيه تنتقد في الإطار الفني والتشكيل، وإن الفرقة النهاردة كانت وحشة فوحشة ليه فعاوزينها تبقى كويسة المرة الجاية، كل ده ما فيش فيه مشكلة ومنتقبله، وفي حاجات ممكن تلفت نظرنا لحاجة في المستقبل يعني. وفي بعض على الجانب الآخر في انتقاد لمجرد افتعال مشاكل وإثارة بلبلة داخل الفريق، ومجرد ان واحد عاوز ينقل اخبار وخلاص، والاخبار يعني ما يكونش لها مصدر وما تكونش صحيحه، دي بتبقى زي يعني ايه يا كابتن احمد؟ يعني مثلا بعد المباراه كان اثير موضوع ان النني ما مرضيش يسخن ف مش عاوز يلعب، يعني حاجه زي كده يعني بتسبب يعني بتكون حاجه مش كويسه في شكل المنتخب الوطني وشكل اللاعب نفسه، والموضوع ليس له اساسا من الصحه وشكل الجهاز طبعا. والموضوع الموضوع اصلا لا حصل ولا ليه اساس من الصحه، فالغرض بالفعل ملوش اساس. لا طبعا ملوش اساس. فهي الفكره كلها الغرض من اثاره مثل هذه الموضوعات ايه؟ يعني هل تصفيه حسابات؟ هل انت عاوز تضرب في المنتخب؟ طب لصالح مين؟ في النهايه ده المنتخب الوطني المصري اللي بيدافع عن سمعه مصر، والجهاز الفني بيتحمل مسؤوليه، وكابتن حسام قدام اكتر من 100 مليون مصري. طبعا لما يكون في انتقاد على المستوى الفني وعلى الاداء وشكل الاداء وشكل الفرقه مفيش فيه مشكله. طب انت بتقول تصفيه حسابات، تمام، بما يعني انه من اثار هذا الكلام له مشاكل مثلا معاكم مع كابتن حسام مع كذا؟ ما اقدرش اقول في مشاكل ولا مفيش مشاكل، ولكن لما يكون الموضوع مش صحيح وموضوع ورا الثاني وتحس ان في حاجه يعني متعمده او ممنهجه، ده اللي بيثير الشكوك. عشان كده بقول ان يا ريت نتحرى الدقه في الاخبار ويكون ضميرنا صاحي شويه، لان انا مش بمثل نادي، انا دلوقتي بمثل منتخب مصر، فانا لما يكون في حاجه تسيء لمنتخب مصر فهي تسيء لسمعه مصر، وده اللي احنا مش عاوزينه يعني. طيب هل في حاجه غير موضوع النني قلقتكم من لا هي انا مش بقول انها قلقتنا يا كابتن، لا يعني اتقالت. يعني انا بزعل ان بيكون في اخبار كاذبه، هو ده اللي بيزعلني، ولكن احنا في شغلنا وماشيين في شغلنا وبنركزين في شغلنا بعيدا عن اي اخبار، ولكن حضرتك اثرت موضوع فانا حبيت اوضحه. ده مهم، ولكن احنا داخل حسام قاله برضه داخل المعسكر احنا ما بنشغلش بالنا بحاجات يعني بحاجات زي كده عشان ما تاثرش على مشوارنا يعني. بس يعني طيب بهذه المناسبه من وجهه نظركم ليه النني ما اشتركش في مباراه كينيا؟ النني ما اشتركش لان كان هو يعني اختيار فني من كابتن حسام والجهاز الفني. حضرتك لما اللعيبه بتكون موجوده شايف لعيبتك بشكل كويس واستعدادهم بشكل كويس، بتشوف الفرقه اللي قدامك وطريقه لعبها، من وجهه نظرك بتحط انسب العناصر اللي ممكن تؤدي الادوار المطلوبه منها في المباراه دي. فكانت وجهه النظر ان طارق حامد وحمدي فتحي يكون موجودين في نص الملعب في المباراه دي. اوكي لعيبه كبار مش كلام يعني. يعني احنا كل اللعيبه اللي معانا لعيبه كويسه، ولكن في النهايه بترجع لقرار فني في التوقيت ده لصالح الفرقه وجاهزيه اللعيبه وكمان طريقه لعب الفرقه اللي قصادك. يعني في متغيرات كتير انت يعني كابتن حسام والجهاز الفني بيتعامل معاها. احنا اللي عندنا لعيبه كتير وعندنا لعيبه كويسه كتير، فانت القماشه دي ازاي تستغلها في مباراه، خاصه ان انت كمان عندك بعد 3 4 ايام مباراه تانية محتاج كل اللعيبه، عشان كده ممكن يكون في التشكيل الاولاني غير التشكيل في المباراه التانية، زي ما حضرتك شفت كل مباراه وليها متطلباتها طبعا ممكن تكون